أنا حابة أبدأ معاكم ببعض المتابعات المهمة. الفترة اللي فاتت شهدت الحقيقة جدل كبير جدا بسبب سعر رغيف العيش السياحي. رغيف العيش السياحي إيه؟ اللي هو رغيف العيش الغير مدعم اللي كلنا بنروح نشتريه من الأفران أو بيبقى موجود في أي مكان وفي الأسواق، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها العالم كله. أعتقد حضراتكم بتتابعوا كل يوم سواء من نشرات الأخبار أو من الجرائد أو من أي حاجة كمية الأخبار اللي موجودة والخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية، وطبعا ده مش بس في مصر ولكن على نطاق العالم كله. الدولة المصرية بتحاول بكل قدرتها إنها يعني تخفف وتشيل العبء من على المواطن، وده من خلال المنافذ اللي بتقدم السلع والمنتجات بأسعار منخفضة ومدعومة. وكمان الحقيقة ما ننساش قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف العيش، والحقيقة احنا كلنا محتاجين لهذا التسعير علشان يبقى فيه انضباط، يعني يبقى فيه انضباط كامل على كل المخابز وكل المرافق اللي بتقوم أو اللي بتقدم رغيف العيش. وطبعا ده هيكون من خلال حملات مستمرة بالضبط على تلاعب أي تلاعب ممكن يكون موجود في الأسعار، وكمان يبقى في ضبط طول الوقت. الحقيقة المجهود زي ما الدولة بتقدمه، زي ما المستهلك كمان هيكون عينه مع الدولة، زي ما التاجر كمان لازم زي ما بنقول يراعي ربنا، يعني لما هيكون في تسعيره كمان الناس كلها هتبقى مرتاحه، لانه كله هيبقى عارف ثمن رغيف العيش العادي بكام، فلما هيروح يشتري هو عارف يا عم اديني 10 اديني 20 اديني 5 ادي الفلوس زي ما تم التسعير. والحقيقه التسعيره دي هتبقى لفتره لحد ما يحصل انضباط في الاسواق. تعالوا نعرف اخر التطورات اللي حصل الحقيقه في هذا الموضوع، موضوع رغيف العيش وطبعا سعره، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان، وخصوصا ان احنا المصريين فكره اللي هو احنا دايما نقول ايه لقمه عيش، يعني لقمة العيش دي، بس احنا كمان كأهل وكلنا الحقيقة في بيوتنا عندنا عادات كتيرة جدا. أنا طول النهار أقعد أقول لا احنا لازم كل حد، كل الفئات وكل الناس، ما فيش حاجة اسمها أصل ده عايش في برج مش حاسس، كل واحد عنده مسؤوليات. ما هو ممكن اللي انت بتقول عليه عايش في برج وعنده مسؤوليات كمان اجتماعية، يعني عنده ناس في رقبته، عنده ناس بيساعدهم، عنده ناس في عيلته، عنده ناس من اللي بيخدمه اللي موجودين عنده في بيوته. فإذا كل فئات المجتمع عليها ان هي يعني تاخد بالها كمان من الموضوع ده. تعالوا كده يعني نعرف مزيد من المعلومات من خلال الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ. يعني حضرتك قول لنا اخبار موضوع تسعير رغيف العيش والاجراءات هتبقى ازاي؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقه بس عايز ارجع مع حضرتك في كلمه انت قلتيها دلوقتي على التسعير ده، هيريح الدنيا. طبعا هيريح الدنيا، وتدخل الدوله في الوقت المناسب تدخل جميل جدا، وخصوصا تدخل فخامه رئيس الجمهوريه. لكن اللي انا الكلمه اللي عايز اراجع حضرتك فيها ان التسعير او زياده التسعيره بالنسبه لرغيف الخبز دي، ده مش مصدرها الرئيسي صاحب المخبز بس، لا. ان صاحب المخبز ده هو الايد الاخرانيه اللي بتقدم الرغيف للمواطن. اذا اللي بيمدوا الناس اللي بتمدهم بقى بالدقيق وكل الاشياء، يعني طبعا برافو عليك يا برافو عليك. فدي هي دي هو ده مربط الفرس بالنسبه لزياده الرغيف. طبعا. لكن اقدر اطمن حضرتك ان بعد التفويض اللي اتعمل من دوله رئيس الوزراء طبقا لتوجيهات فخامه الرئيس للكل، التفويض اللي طالع لمعالي الدكتور الوزير علي المصلحي عشان خاطر يقوم بتسعير الخبز، وعمل ميزان ليه موازين محدده، ومع تسعير القمح اللي هيوصل للمطاحن اللي طبعا هتنتج ال 72، ومع تسعير الدقيق اللي هيطلع من المطاحن ال 72 صاحب المخبز. طبعا دي كلها حلقه متصله ببعضيها، طبعا ان شاء الله هيتم الدراسه فيها من خلال الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله، على الحد او الاثنين على الاكثر الامور كلها هتتضح، وهيصدر التسعيره الجديده دي هتظهر للنور بالنسبه للرغيف وانواعه، وبالنسبه لطن الدقيق اللي هيوصل لصاحب المخبز.
تمام. يعني إذا إحنا في انتظار، إحنا زي حتى الصورة كمان شايفين إحنا يعني الحصاد بتاع القمح وبعدين التخزين بتاع القمح، ما هي عملية متكاملة لحد ما يوصل إلى يتحول إلى دقيق، ومن الدقيق يبقى رغيف العيش في المخابز. لكن برضه عايز أطمن حضرتك وأطمن السادة المواطنين إن المعروض كتير جدا والأسعار ثابتة، والدقيق سعره نزل بقاله 4 5 أيام النهاردة، الدقيق سعره نزل، فما فيش أي قلق، ما فيش أي خوف من ناحية أي سلعة، وخصوصا السلعة الغذائية بجانب العيش كمان. طبعا كل حاجة متوفرة يا جماعة وبكثرة. صحيح. وكمان هيبقى التسعير على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، فده شيء جيد جدا انه انا اجيب العيش بقى من المنصورة، من الصعيد، من بحري، من إبلي، من اي حد، هي تسعيرة واحدة للعيش. لا، تسعيرة واحدة وميزان واحد وسعر طن واحد، هتبقى كلها حلقة واحدة. متكاملة. تمام، خلاص، بالهنا والشفاء على قلوب المصريين في رمضان، ويبقى شوية عيش زي الفل دايما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الأستاذ عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. زي ما حضراتكم سامعين، لأنه رغيف العيش بالنسبة للمصريين مهم، يعني مهم جدا. في ناس أكلها كله بالعيش، خضار وفول وسحور كمان احنا علينا دور كبير جدا. وانا عارفه انه الست المصريه هي ست بطبيعه الحال ست جميله ومدبره لبيتها ولاهلها، وفكره انه اللي هيفيض عندي هيروح لغيري. يعني في ناس كمان بتبقى محتاجه، ويبقى عندنا احنا كمان حاجات كتير نقدر نتعامل معاها، الزياده هتروح لاهالينا برضو اللي محتاجين.